سلام الله عليكم يا أحباب شبيه المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم معنا تسخير لجلب الرزق، تسخير وورد لجلب الرزق، رزق اللي تعطل أو الرزق اللي توقف أو السحر أثر لكم على الرزق أو الإنسان اللي واقف على العمل أو الناس اللي ما عندهمش تسخير في المال. دائما عندنا قلة الوفرة ودائما عندنا مشاكل في المال. اليوم غادي نعطيكم فوائد ديال الناس اللي تيديروها وفي نفس الوقت يكون عندهم رزق وتكون عندهم البركه حتى في الحقيبه او الحقيبه. اذا تمنوا اللي فيها الخير والرزق بيد الله، ولكن غادي نعطيكم غير حلول من القران الكريم مع صيغه ديال طاقه ان شاء الله، طاقه الايجابيه لطرد الموانع. الرزق اللي كان عندك واقف، اذا تمناو وديما النوايا الحسنه ويكون عندكم ان شاء الله رزق وفير. اذا الوصفه ديالنا ديال اليوم هي بحول الله ورد غادي تداومي عليه في هذا رجب. هذا الورد في رجب غادي يعطيك واحد الطاقه ايجابيه والتبخير بالسنوج. السنوج يطرد شياطين الانس والجن. الناس اللي عندهم تعطيل وعندهم وقف الحال في العمل او في الحقيبه او في المحفظه أو في المحفظة غادي يكون عندك إن شاء الله تسخير بإذن الله الواحد القهار. إذا صليوا كاملين على سيد الخلق المغربية، خليوها لنا في التعليق. إذا اليوم غادي نحطو إن شاء الله واحد الصيغة اللي غادي إن شاء الله نعتمدوا عليها وغادي نديروها وغادي نفرحوا ونساعدوا. غادي إن شاء الله يكون عندكم فرحة في المال وتكون عندكم الحقيبة ممتلئة إن شاء الله. خذوا إما البنية إما حمراء إما ذهبية إما بهذا اللون لأي واحد إلا اللون الأسود، حاولوا أنكم تفادوه لأن اللون الأسود تنديروا فيه غير الأوراق أو الناس اللي تديروا لي كارت ديال البنك. اللون الأسود بالنسبة للأوراق، أما الألوان المفرحة البنية أو هذا اللون أو اللون الأحمر أو اللون تيكون ذهبي تهو رائع في طرد الحوارض. ولكن اليوم غادي نعطيكم واحد الصيغه اللي غادي ان شاء الله تخدموا بها على نيه جلب الرزق ان شاء الله. ودائما نفرحوا ونسعدوا ونديروا طاقه ايجابيه باش نكونوا دائما نسعدوا نفوسنا ونجيبوا الخيرات، ما نكونوش عندنا النواحس وعندنا طاقه سلبيه ديما في الخاطر ديالنا مزير. نحاولوا نكونوا متفائلين ونكونوا ان شاء الله بحول الله وقوته نكونوا رائعين حتى في بيوتنا. اذا هذه نصيحه مني لان الاكتئاب تيجبد غير الناس، الاكتئاب تيجبد غير الناس. اذا اليوم غادي نخدمو بطاقه ايجابيه. اول حاجه الورد ديالي هو انني غادي ناخذ هذا السانوج وغادي ان شاء الله نقرا عليه هذه القراءه هذا الورد اللي غادي نداوم عليه بالتسبيح ونداوم عليه في قراءة السانوج. من يسالي ليا نعاود عاوتاني نحاول انني نصنع واحد اخر باش يكون عندي الوفرة دائما. اذا ان الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. شحال خاصني نديرها في الاوراد ديالي؟ على الاقل كل صلاة نديرها 70 مرة او 100 مرة، وغادي صباحا نكون قارية على هاد السانوج، قارية على واحد الكمية ديال 3 أيام في الأسبوع، وغادي نبدا نبخر بها البيت، نبدا نبخر بها المكان باش نطرد شياطين توقيف الحال. توقيف الحال اللي أثر لي على ولادي، أثر لي على الصحة ديالي، أثر لي على لأن من تيتوقف الحال الإنسان تيبقى يفكر في المال وتيبدا ما يجيش النعاس وتيحس براسو بأنه مضطر للتفكير. إذا حاولوا أنكم ديروا هالطريقه اللي غادي نعطيكم حتى في الحقيبه ان شاء الله غادي ترفعوها معكم، ولكن الطريقه اللي غادي نعطيكم ايجابيه بحول الله. ولكن السنوج هو رائع ان شاء الله، غادي ديروا قليل في الحقيبه وقليل في المحفظه لان المحفظه غادي ديروا قليل من السنوج وغادي توضعوا هاد الورقة ديال الفلوس اللي غادي نصوبها معكم بطريقه ان شاء الله طريقة رائعة. وورد غادي ديروه تهزوه معكم وغادي يكون عندكم رزق بإذن الله لأن الأرزاق بيد الله. هذا الورد ديال هاد الآية خطير جدا في طرد النواحس.
كل صلاة غادي نداوم عليه في هذا رجب وشعبان ورمضان، غادي 3 أشهر في الشهور العربية. سبحان الله، ما تعرفيش الخير من يجيك، واش من الشرق أو من الغرب. الله سبحانه وتعالى غيكون معاك منصف بهذه الآية. هذه الآية سبحان الله تطرد وتنسف الفقر، تطرد الفقر وتنسف الفقر. إذا نحاول إن شاء الله نقراها 100 مرة في كل صلاة، أو الصبح نقراها بعدد مفتوح. عدد مفتوح شنو هو؟ عدد مفتوح هو أنني نقراها بدون عدد، نقرأ وصافي. 500 أو 200 مرة، عدد اللي بغيتي. ولكن هانتوما الآية كتبوها، من يشاء بغير حساب، صدق الله العظيم. غادي ناخد واحد الورقة، غادي نكتب عليها الوهاب. الوهاب غادي نوضعها هنا. الوهاب، الوهاب هو الله، اسم من أسماء الله الحسنى، اسم من أسماء الله الحسنى. إذن غادي ناخد هذه الورقة مع إن شاء الله بحول الله وقوته، غادي ندير الله الورقة اللي غادي نكتبو فيها بقلم، أي قلم، أي قلم عندك، قلم أسود، أي قلم، المهم قلم، حتى قلم أحمر كتبو به. إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب، صدق الله العظيم. الوهاب في الورقة الغار، ورقة الغار غادي نكتبها 2 مرات الوهاب. وغادي ناخد الفلوس، فلوس غادي ناخد النقود، أي نقود. هاد الصيغة وهاد الورد اللي غادي ديريه تحمليه معاك، إن شاء الله تقدري تبقى عندك حتى عام، أو تبقى عندك حتى 6 شهور أو 5 شهور. وهاد النقود ما تنصرفوهمش، تنصدقوهم إما تمر وإما خبز وإما حليب. الوقت اللي تبغي تخلصي منها غادي تصدقيها. غادي إن شاء الله ندير اسم الوهاب مع النقود، مع الآية، الآية اللي غادي إن شاء الله نديرها وسط هاد النقود، بعد ما ناخذ بابي ألمنيوم ونوضع فيها هاد النقود. إذا هاد وقت هاد الورق الغار غادي نطويها، ما تشوفوش مزيان هانتوما. هاد الورق الغار غادي نديرها مع النقود ورقية، ورقية إما فيها رقم 5 أو الرقم 10 أو الرقم، نتوما الاختيار ديالكم على حسب المبلغ اللي بغيتو. وغادي ناخد وقت، غادي ندير اسم الوهاب وغادي نوضعها وسط الفلوس. غادي ناخد هاد الورقة أو هاد الورد اللي غادي نوضعو مع النقود، غادي نحاول نقول اللهم الوقت اللي نبغي نجمعها، الوقت اللي نبغي نجمعها، غادي ندير واحد البابي ألمنيوم بحال هكا، بابي ألمنيوم. وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نوضع السانوج، السانوج. وغادي نقول الوقت اللي نبغي نجمعها، الوقت اللي نبغي نجمعها، نقول اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره. هذا هو الدعاء اللي غادي تقولي، اللهم إن كان في الأرض فاخرجه، اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. وغادي تجمعي هاد فلوس، غتجمعيهم بحال هكا لأنهم غادي تحتفظي بهم كحجاب في المحفظة. غديري قليل السانوج مع الورد اللي هزيتي معاك، وغتخليها بحال هكا بحال هكا هكا، ما خاصش هذيك ورق الغار تكسر، تبقى بحال هكا مجموعة، تبقى بحال هكا مجموعة. تقدري تضيفي ليها ورق آخر باش تحفظيها. إذا هذه تبقى عندك في المحفظة ديالك على نية أن جلب الخيرات وطرد النحس، ودرتي الدعاء، الدعاء ديري مرة أو زوج أو ثلاثة على حسب الوقت اللي نبغي ندير الورد. نحضر المسك بحال هكا ونديرها، نديرها وندير ندير ندير السبحة بحال هكا باش تكون روحانية، تكون
روحانيه ويحضروا ملائكه الرحمن وقت التسخير في جلب الرزق. وغادي نقول بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر، وغادي نبدا في الورد ديالي. الورد ديالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. ديري 70 مرة أو 50 مرة أو 100 مرة على حسب القدرات ديالك، وطلبي ما تريدين من الله سبحانه وتعالى، غادي يرزقك من حيث تحتسبين ومن حيث لا تحتسبين. إن الله هو الرزاق، ولكن هادو غير أسباب. هاد الورقة الثانية تبقى أمامي، الوقت اللي نسها أو نسى على الورد ديالي غادي نحط هاد الورقة مع السبحة، ونبقى في هاد شهر رجب نحاول أنني نحطها في أمام عيني باش نبقى نقراها. إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. وغادي نهز هاد الورد ديالي، هاد الحجاب ديالي اللي فيه النقود مع السنوج مع الدعاء مع ورقة الغار فيها الباسط، غادي نوضعها في الحقيبة أو نوضعها في المحفظة. غادي نوضعها في المحفظة هكا، وغادي نخليها باينة معروفة أنها حجاب لجلب الرزق. وغادي إما بغيت نديرها في الحقيبة غادي نحاول نديرها في الحقيبة، إما داخلية وإما خارجية، ما يشوفها حتى حد، ما يشوفها حتى واحد، لأنك غادي تكتمي أسرارك، أو نديرها هنا من الخارج. إذا تمناو الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يرزقكم، ولكن على نيتكم ترزقون، على النية ديالكم ترزقون. إذا الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، الله اللي تيعطي والله اللي تيقلع، ولكن هادو غير أسباب. إن شاء الله غادي يكونوا معكم بحول الله وقوته، غادي يعطوكم طاقة إيجابية. إذا الحبابي إلا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك دعموا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.